من الحق وارجع الحق لاصحابه. يعني اسمحي لي اشكر على هذا المجهود اللي انا اللي طرحته من شويه، لان الحقيقه حضرتك ركزت على نقطتين مهمين جدا، ازاي ندمج البعد البيئي في كل التفاصيل، وازاي نربي نشء يفهم ويعي اهميه القضايا البيئيه. وما انجز بهذا الملف هو يشير لحضرتك ان احنا ابتدينا اخيرا نعي اهميه ان يبقى الناس عارفه يعني ايه البيئه. فانا بشكرك على ده. والحقيقه البعد الاعلامي للملف هو مش غريب على حضرتك من ايام من قبل ما تبقي وزير البيئه، لانك كنت في الملف الدولي تعي اهميه القضايا الدوليه واهميه دور مصر المحوري في ان احنا نقود الدفع. انا سؤال الحقيقه مركز على نقطتين، يعني بعد شكر لحضرتك. النقطه الاولى وهي ان احنا خدنا اطول فتره في تاريخ اتفاقيات الامم المتحده الرئاسيه اللي هي 3 سنين، هو بيبقى سنتين، احنا خدنا 3 سنين. وده هل ده ادانا مساحه ان احنا نحط خطوط عريضه وننفذ حاجات على ارض الواقع بشكل حقيقي ولا لا؟ تاني حاجه لفت نظري حاجتين، ان مصر كانت اخذت رئاسه المؤتمر الدولي في تنوع التغير المناخي، واخذت رئاسه المؤتمر التنوع البيولوجي. حضرتك شايفه ده ازاي؟ شايفه ان احنا وده ما حصلش في تاريخ الامم المتحده ان دوله وحيده تاخد رئاسه التنوع البيولوجي ورئاسه التغير المناخي اللي احنا جايين عليها ان شاء الله كابس معرفش نقدم المشيئه ان شاء الله. يمكن خليني ارد على السؤال من الاخر للاول. طبعا بنتطلع ان احنا نستضيف مؤتمر التغير المناخي 27 ان شاء الله نيابه وممثلين عن القاره الافريقيه في 2022. وزي ما انت ما عملتي هذه الملاحظه، هي حاجه لم تحدث في تاريخ الاتفاقيات ان دوله واحده بتاخد الرئاسه موضوعين مهمين على الساحه الدوليه ومهمين على التعاون متعدد الاطراف زي موضوع التنوع البيولوجي والتغير المناخي. وده بيدل على دور مصر الحقيقي الفعال على مستوى ليس فقط على التعاون متعدد الاطراف زي موضوع التنوع البيولوجي والتغير المناخي. وده بيدل على دور مصر الحقيقي الفعال على مستوى ليس فقط القاره الافريقيه، على مستوى الدول العربيه وعلى مستوى الاتحاد الاجنبي المتوسط والدول البحر المتوسط. يمكن احنا زي ما بنشتغل واحنا كنا رؤساء لمؤتمر التنوع البيولوجي الاسبوع اللي فات، كان عندنا استضافه الاتحاد من اجل المتوسط على مستوى 42 دوله، طلعنا اعلان القاهره للبيئه وتغير المناخ الاسبوع ده، اخر الاسبوع ده عندنا مجلس وزراء البيئه العرب. فدور مصر الحقيقه على مستوى الاقليم سواء الدول العربيه الدول الافريقيه الدول المتوسطيه دور حيوي. ولكن ده بيدل على حاجه ثانيه، بيدل على تغيير دلوقتي الصوره الذهنيه لمصر والدور اللي بتلعبه في ملف البيئه على مستوى العالم. لما احنا النهارده بنقدر ان احنا نتمكن من رئاسه مؤتمر زي التنوع البيولوجي ويحصل توافق ما بين الاطراف على هذا الموضوع، وانا طلبت الحقيقه ان احنا نسمع برضو من المنظمات الدوليه ايه هي الحاجات اللي كانت الدروس المستفاده والايجابيات من رئاستنا مؤتمر التنوع البيولوجي، عشان نسالها للصين. احنا حابين برضو من الصين تكمل وتتعلم من الحاجات اللي لو كان في بعض السلبيات نبص عليها، وده هيبقى متاح ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. لكن وجودنا في الساحه على اتفاقيتين ده دليل على ثقه المجتمع الدولي في قياده مصر، على دور مصر كدوله بتنتقل لملف تاني وملف مختلف وبدعم وقياده القياده السياسيه في ملف البيئه. وده لم يحدث الحقيقه في تاريخ مصر ان هذا ملف يبقى على أجندة القيادة السياسية ويسمى على المستوى الدولي بهذا الشكل، وده بيدينا مسؤولية أكبر.
وبيدي على الاجيال القادمه مسؤوليه اكتر انها تفهم وتشتغل وتستوعب اهميه ده. وان شاء الله ربنا يحفظنا. الجزء الثاني على مدى الثلاث سنين، السؤال الاولاني اللي انت سالتيه احنا ازاي ان احنا قدرنا نستفيد، اعتقد ان احنا استفدنا يكفي ان احنا مثلا مصر خدت الجائزه على مستوى العالم ما بين 119 دوله على مشروع الطيور الحوامه، ان انت ازاي بتعملي اغلاق جزئي في قياده مصر على دور مصر كدوله بتنتقل لملف تاني وملف مختلف وبدعم وقياده القياده السياسيه في ملف البيئه، وده لم يحدث الحقيقه في تاريخ مصر ان هذا الملف يبقى على أجندة القيادة السياسية ويسمى على المستوى الدولي بهذا الشكل، وده بيدينا مسؤولية أكتر وبيدي على الأجيال القادمة مسؤولية أكتر إنها تفهم وتشتغل وتستوعب أهمية ده. وإن شاء الله ربنا يحفظنا. الجزء الثاني على مدى الثلاث سنين، السؤال الأولاني اللي أنت سألتيه إحنا إزاي إن إحنا قدرنا نستفيد، أعتقد إن إحنا استفدنا يكفي إن إحنا مثلا مصر خدت الجائزة على مستوى العالم ما بين 119 دولة على مشروع الطيور الحوامة، ان انت ازاي بتعملي اغلاق جزئي للتوربينات بتاعت الويند فارمز عشان تحافظي على الطيور. يكفي ان انت خدتي جائزة الايوة بتاعت افريقيا لاكبر رصد لعمليات الطيور المهاجرة. بيكفي ان انت النهاردة بتقدري ان انت تاخدي محميتين تحطيهم على القائمة الخضراء. يكفي شهادة اليونسكو لما كان بيتكلم بيراجع موقع الحيتان كموقع للتراث العالمي انه يبعتلك يقولك الادارة لهذا المكان، انا احب ان انا اقدم الادارة لهذا المكان ليست مجرد ادارة فعالة ولكن ادارة المكان بتتم بحب وعناية with love and care. ده اللي جالنا. ففكرة ان احنا النهاردة كل ده بيتحرك مرة واحدة في مصر وما زالت مسارات التنمية اللي ممكن يقولك دايما التنمية عكس البيئة، ده اعتقد لم يسبق ان حصل ده، وان شاء الله ربنا يوفقنا ونكمل ده يعني للأجيال اللي جاية. شكرا.